الآن نعود مرة أخرى أعزائي المشاهدين للحديث عن الجهود المملكة للوقاية من فيروس كورونا. ينضم معي من مراسل الإخبارية طبعا من مركز إدارة الأزمات والكوارث عبد الله القرني. عبد الله مساء الخير، ما هي الجهود القائم عليها المركز للوقاية والاحتراز من تفشي فيروس كورونا في المملكة؟ أنا بك زميلي وأهلا بمشاهدي قناة الإخبارية من هنا من المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث. هذا المركز الذي يعمل بجهد عالي في هذه المرحلة المهمة التي تعصف بالعالم وليس بالمملكة وحدها. هنا 50 موظف كما تشاهدون يعملون بالتناوب ليل نهار لتلقي البلاغات من الجهات الحكومية والخاصة حتى ينهون هذه البلاغات وتنتهي في طريقها إلى الجهات الأخرى. للحديث أكثر عن هذا المركز ينضم إلينا الأستاذ محمد العمري، وهو مدير المركز الوطني لإدارة الأزمات والحوادث. أهلا بك أستاذ محمد. في البداية أريد أن تحدثني بشكل عام عن المركز وعن الدور الذي يقدمه. حياك الله أخوي عبد الله وجميع المتابعين. المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية انقسم إلى قسمين، القسم الأول إنذار الرصد المبكر، كذلك الاستعداد والاستجابة. وكما تعلمون في هذه الأوقات بما نمر بالظروف الكورونا المستجد أو ما يسمى بالكوفيد 19، يتم مراقبة جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، وكذلك يتم الاستعداد ورفع جاهزية المستشفيات من السعة السريرية، كذلك المستلزمات الطبية والقوى العاملة. كذلك يتم مراقبة جميع المنافذ وهي تمر علينا على 4 مراحل: الاستعداد والاستجابة والتعافي والمنع. كذلك يتم إصدار البلاغ من أو تصعيده من المنشأة إلى المنطقة إلى المركز الوطني لإدارة الأزمات. سألتك أستاذ محمد عن المركز، ماذا يقوم المركز عندما يأتي البلاغ من أي جهة سواء حكومية أو خاصة؟ ما هو الدور المنوط بالمركز حتى تنتهي أو ينتهي البلاغ بشكل عام؟ صحيح، الآن المركز مدعم ببرنامج لنظام إدارة الأزمات والكوارث. يرتبط المركز ب20 مركز إدارة أزمات في المنطقة في المملكة بالكامل، وكذلك تم تدعيم جميع المستشفيات الحكومية والخاصة، كذلك المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالبرنامج، لكي يتم وضع جاهزية، كذلك رفع البلاغات الصادرة من المنشأة إلى المنطقة، كذلك إلى المركز، ويتم متابعتها ويتم الوقوف عليها. كذلك مستويات الاستجابة التي يمر بها المركز 3 مستويات عن طريق المنشأة، كذلك المنطقة ووزارة الصحة. أستاذ محمد العمري مدير المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث، شكرا جزيلا لك. زميلي، يعتقد البعض بأن المركز أنشئ في هذه الفترة. لا، غير صحيح. المركز هيكليا من 3 سنوات موجود، ولا فعليا كما ترون من 5 أشهر، وهو يعمل الآن على مدار الساعة لتنفيذ أوامر خادم الحرمين الشريفين والإجراءات الاحترازية. شكرا لك. شكرا لك.